بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في قناتنا التعليمية إن شاء الله. اليوم سنتناول التمرين والإعراب حول كان وأخواتها إن شاء الله. ونأتي بالمثال الأول ونقول: صار العنب زبيبا. صار فعل ماض، العنب اسم صار مرفوع، زبيبا خبر صار منصوب. ونأتي بالمثال الثاني ونقول: يبيت القطار سائرا. يبيت فعل مضارع مرفوع، القطار اسم يبيت مرفوع، سائرا خبر يبيت منصوب. ونأتي بالمثال الثالث ونقول: ليس الزجاج مكسورا. ليس فعل ماض وجامد، الزجاج اسم ليس مرفوع، مكسورا خبر ليس منصوب. ونأتي بالمثال الرابع ونقول: كان البناء عاليا. كان فعل ماض، البناء اسم كان مرفوع، عاليا خبر كان منصوب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى درس آخر إن شاء الله.